هل من كلمة توجهونها إلى النساء اللاتي يلبسن النقاب في غير الإحرام ويفتن به الناس؟ يجب على المرأة الستر الكامل، الستر الكامل بما في ذلك تغطية جميع وجهها ولا تبدي شيئا من الوجه، لأنه عورة وفتنة. والنقاب الذي تلبسه كثير من النساء اليوم فيه فتنة وفيه شر، فتتجنب هذه النقابات العصرية الفاتنة، لأنها تزيد الشر شرا. نعم.